يغادر وفد بحريني رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 15 وحتى 19 من نوفمبر الجاري في إطار جولة ترويجية برئاسة محافظة العاصمة وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص. وحول هذه الزيارة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس الوفد المشارك. مساء الخير سعادة المحافظ، وبداية لو تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين على مجريات هذه الزيارة. مساكم الله بالخير. بناء على دعوة من عمدة مدينة شنزن، إن شاء الله بيخرج وفد بحريني رفيع المستوى لزيارة المدينة والاطلاع على معرض التكنولوجيا الصيني اللي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة. نعم. وهذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية واللي تنظمها المجلس الاقتصادي البحريني. نعم سعادة المحافظ، الجميع يدرك أهمية هذه الزيارات في الترويج للبحرين والترويج لنجاحاتها. ما هي الفعاليات التي ستقومون بها بضوء هذه الزيارة لخدمة هذا الهدف؟ طبعا الزيارة هناك بيكون إن شاء الله منتدى الصيني البحريني، واللي إن شاء الله بنلقي فيه ألقي فيه كلمة. نعم. عن العلاقة البحرينية الصينية، ولا شك أن أيضا التوقيع على مذكرة التفاهم اللي تمت في البحرين سبتمبر الماضي بين مدينة شنزن والمحافظة عاصمة بيكون هذه الزيارة تفعيلا لهذه المذكرة التعاون. وأيضا لا شك دور مجلس التنمية الاقتصادي في الترويج للبحرين، حيث أن الوفد سوف يضم مجموعة من الشركات البحرينية وأيضا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نعم، بالتوفيق لكم في هذه الزيارة سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.